لإصلاح ما أفسده الدهر. تركيا تدفع بوفود إلى القاهرة تمهيدا لإعادة المياه إلى مجاريها بينهما، واتصالات مع الرياض لتصفير الأزمة معها. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المؤشر. إذن تعود تركيا هذه الأيام إلى العمل بمبدأ صفر مشاكل التي عرفت بها في عهد رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو. تتحرك أنقرة باتجاه القاهرة والرياض في مسارين متوازيين للتطبيع معهما، زيارات واتصالات مكثفة وتصريحات وشروط لعودة العلاقات. تفاصيل أكثر في تقرير عبد القادر ضويحي. تتبدل القناعات وتتغير التحالفات، لا خصم ثابتا في السياسة، وحدها الساحة الدولية، بوصلة الدول في إعادة الاصطفاف والتطبيع فيما بينها وفق مصالحها. وعلى ذكر التطبيع الذي تقول لغة السياسة عنه إنه ساعة تصفير المشكلات والدفع نحو علاقات طبيعية، وإن كانت عجلة العودة بطيئة وصعبة لكنها في نهاية المطاف قد تصل إلى ما تريد. اليوم وبالنظر إلى السياسة التركية الخارجية، ثمة رؤية تتبلور بضرورة العودة إلى الحلف المصري السعودي بإعادة العلاقات وإزالة الشوائب التي تقف عائقا أمام العودة التي تريدها تركيا وتسعى لها، بل وأقدمت على خطوات عملية تبدد مخاوف القاهرة والرياض. أولها كان بتخفيف حدة الإعلام المعارض لمصر وما تبعه من غزل سياسي بين وزيري خارجية تركيا ومصر اللذين صبت تصريحاتهما في ضرورة إنهاء التوتر. في مسألة التطبيع المرتقبة وبالنظر إلى خطواتها التي تبدو أنها كبيرة وسريعة أمام مصر وبطيئة نوعا ما في التحرك نحو الرياض وأمام ساعات السرعة في السياسة الخارجية لأنقرة، تقول وسائل إعلام إن نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال وصل إلى مصر لترتيب زيارة مولود جاويش أوغلو ورئيس الاستخبارات التركي إلى القاهرة، وهذه أول زيارة لمسؤول تركي لمصر منذ العام 2013، وذاك مؤشر أن العلاقات تأخذ منحا إيجابي شيئا فشيئا. في حين أن العلاقات التركية السعودية التي توترت كثيرا عقب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول، يبدو أن أس المشكلة لم تعد تراه أنقرة سببا في التوتر، دافعة بخطوات سياسية تمثلت باتصال هاتفي بين أردوغان والعاهل السعودي وما سبقها من تصريحات تركية قبل أيام مفادها أن أنقرة تحترم ما خرج من الرياض ومن محاكمها من قرارات بشأن خاشقجي، لكن ثم تشق اقتصادي بين الرياض وأنقرة ما زال موجود، فعصى الاقتصاد لوحت بها السعودية مرارا وتكرارا أمام أنقرة. تتأثر الدول باقتصادها وتزيح سياساتها جانبا إن وجدت تعارضا في ذلك. وأمام التحرك التركي نحو الرياض والقاهرة، تقول أنقرة الساعية لتطبيع شامل، إن ذاك التطبيع سيعود بفوائد اقتصادية لها ولمن ستطبع معه. لا شك في أن الاقتصاد فصل من فصول التحرك، فهناك ملفات كثيرة خارجية وداخلية سيتغير شكلها إن توج التحرك بتطبيع ينهي سنين القطيعة والندية.
للحديث عن هذا الملف معنا أستاذ العلاقات الدولية من إسطنبول الأستاذ سمير صالحة، ومعنا من الرياض مباشرة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مبارك العاتي. سأبدأ مع ضيفي من إسطنبول دكتور سمير صالحة. إذا اعتبرنا أن هذه الانعطافة في السياسة التركية الخارجية هي الانعطافة الثانية بعد عام 2011، هل تبدو هذه الانعطافة مطلب استراتيجي أم مطلب داخلي لحل الأزمات الداخلية؟ نعم، مساء الخير للجميع. أولا شكرا على الاستضافة. يعني أظن أنها مرتبطة بأكثر من عامل داخلي وخارجي أيضا، يعني في ضرورات اليوم على مستوى الداخل التركي وفي حاجة على مستوى الخارج أيضا لتذهب تركيا باتجاه مراجعة الكثير من مواقفها وسياساتها. لكن لا أظن أنه هي مسألة العودة إلى سياسة تصفير المشاكل. لماذا؟ لأنه في نقاط خلافية كثيرة بين أنقرة والعديد من العواصم، وتحتاج إلى حوار طويل مفصل باتجاه إذا كان في رغبة حقيقية بالعودة إلى تصفير كل هذه المشاكل. المصطلح الأقرب برأيي هو ربما إعادة تموضع في التعامل مع الملفات بالنسبة لتركيا، وأظن بالنسبة للعديد من الدول. أبرز هذه الصعوبات دكتور سمير، أبرز هذه الصعوبات التي لا يمكن أن تؤدي إلى سياسة صفر مشاكل كما أشرت. أظن النقطة الأساسية هنا في يعني لماذا صفر مشاكل الآن مسألة صعبة، لأنه لابد من قبول حقيقة أنه في الأعوام الأخيرة كان في عمليات اصطفاف إقليمي واضحة، وكان هذا الاصطفاف في جزء منه أيضا يتعارض مع مصالح وسياسات تركيا في المنطقة. اصطفافات شرق المتوسط مثلا تعكس هذه الحقيقة. نقطة ثانية مهمة أيضا، عقبة أساسية، أنه الخلافات ليست فقط بين دول جوار، بين تركيا ودول جوار تركيا، بين تركيا والعديد من الدوائر الثانية والثالثة المحيطة بتركيا أيضا، أقصد هنا مع عواصم أوروبية، مع دول إفريقية، مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يعني هذا المسار برأيي يتطلب الكثير من الجهود ونقاشات مطولة. لذلك الطريق الأقصر الآن حاليا هو مناقشة عملية إعادة التموضع وتسريع خطوات الانفتاح وتبديد هذا التصعيد في الخلافات بين تركيا والعديد من العواصم. وجود بايدن في سدة الرئاسة الأمريكية إلى أي درجة يبدو عاملا ضاغطا على أنقرة من أجل إعادة التموضوع والاتجاه باتجاه سواء القاهرة أو الرياض أو غيرها أيضا من العواصم العربية المحيطة؟ صحيح، معامل بايدن والسياسة الأمريكية الجديدة بين النقاط المهمة التي تدفع أنقرة الآن للبحث عن خيارات وبدائل واستراتيجيات تحرك جديدة. لكن هذه المسألة لا تنطبق فقط على تركيا وحدها، هناك العديد من العواصم العربية والإقليمية الآن تعاني من أنه ما الذي سيفعله بايدن، كيف سيتصرف، خصوصا النبرة والأسلوب والتصعيد الذي كان قد بدأه عندما كان مرشح للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التوتر التركي مثلا الأمريكي استمر كما تابعت أنت أيضا في الآونة الأخيرة في ملف الأرميني، في موضوع صفقة صواريخ S-400، في موضوع برنامج المقاتلة F-35. لا يوجد حتى الآن مؤشر حقيقي على أنه في انفتاح أو رغبة تركية أمريكية في الذهاب نحو نقاش جديد. ربما التعويل على القمة المرتقبة في الشهر المقبل على هامش قمة الأطلسي، لكن أنا رأيي الشخصي حتى الوصول إلى تلك القمة في فترة زمنية طويلة جدا بالمعيار أو المقياس العلاقات الدولية، لا نعرف ما الذي سيجري في مسار العلاقات التركية الأمريكية خلال هذه الفترة وقبل هذه القمة التي من المفترض أن تعقد. طيب. إذن العديد من العواصم العربية أيضا تعاني بسبب مجيء بايدن، وحتى كان ذلك قبل مجيء بايدن بسبب التصريحات التي واكبت الحملة الانتخابية والسباق الانتخابي الأمريكي. هل تبدو الرياض أستاذ مبارك آل عاتي تتحرك بهذا الدافع تجاه أنقرة، خصوصا بعد الاتصال الأخير بين الملك السعودي وبين الرئيس التركي؟ بالفعل، يعني بداية أسعد الله مساءكم، مساء الزميل وكل الأخوة المشاهدين.
دعني انطلق من الاتصال الهاتفي الذي جرى الليله الماضيه بين الرئيس اردوغان لخادم الحرمين الشريفين، وهذا يعتبر رابع اتصال على الاقل خلال منذ بدايه هذا العام. والنقطه الاهم ان العلاقات السعوديه التركيه رغم ما شابه حقيقه من عوامل ضغط على هذه العلاقات أو أشبه ما يكون بحالة تفكك في هذه العلاقات، إلا أنها لم تنقطع دبلوماسيا بل بقيت العلاقات قائمة. نقطة الخلاف الأساسية حقيقة التي كانت قائمة ولا تزال حقيقة هو طريقة التعامل التركي مع قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله، ثم أيضا طريقة أسلوب التعامل التركي مع التعافي المصري، وتحول تركيا حقيقة إلى أشبه ما يكون بالوكرة والمنبر الذي التقى عليه كل معارضي جمهورية مصر العربية. نعم أستاذ مبارك، يعني هذه الملاحظة اسمح لي بالتوقف عندها، ما يخص مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ألا تبدو التصريحات الأمريكية خصوصا من إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة التركية مبادرة حسن نية من قبل الأتراك بخصوص احترام قرار المحكمة السعودية بهذا الشأن؟ بلا شك كانت خطوة مقدرة ورصدناها كمراقبين بالفعل، وهي تعتبر نقطة تحول تركية كبيرة جدا أخذت بعين الاعتبار. لكن الذي أريد أن أقوله ردا على سؤالك، بالفعل يعني من يحكم البيت الأبيض بكل تأكيد أن تعاطيه مع السياسات الدولية تؤثر في متخذ القرار السياسي في المنطقة عموما، ولذلك رأينا أن هناك حالة دبلوماسية تنشط في كل قضايا المنطقة، هناك حالة تفكيك للاشتباك واضح في المنطقة سواء بين المملكة العربية السعودية وبين على الأقل النظام الإيراني، بين المملكة العربية السعودية وبين الأتراك، بين ما شهدته المنطقة مؤخرا أيضا من اتفاقيات ما سميت اتفاقيات الإبراهيمية بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب، مما يعني أن المنطقة تشهد حراك. لكن هذا الحراك يجب أن يكون هناك ضابط حقيقي له، وهو تحقيق مصالح شعوب المنطقة والاستدامة، بأن لا يكون مجرد ذر للرماد في العيون أو مجرد حالة انتعاش لا تلبث إلا أن تنطفئ مرة أخرى. وإن عدنا حقيقة للأوضاع المنطقة، رأينا أن الكتلة الخليجية وجمهورية مصر العربية كان أشبه ما يكون هناك بتحالف عربي لا زال متماسكا في موقفه بالتعاطي مع تركيا. سنتحدث بالتفصيل عن إمكانية نجاح هذه المباحثات المرتقبة بين تركيا والرياض وبين تركيا ومصر أيضا، لكن بخصوص الحديث عن العلاقات التركية المصرية وكونها عامل بتوتر العلاقات بين أنقرة والرياض، ألا تشكل المباحثات الحالية التي تجري حاليا بين أنقرة وبين القاهرة دافعا للرياض من أجل تمتين العلاقة مع الدولة التركية؟ دون أدنى شك أنا قلت أن هناك أشبه ما يكون بتحالف عربي، محور الرياض القاهرة أبوظبي كان فاعل جدا، ومن يرقب سبر غور هذه المحادثات اليوم يجد أن هناك أشبه ما يكون هناك تنسيق مصري سعودي إماراتي، تم تأجيل بحث عودة العلاقات السعودية التركية إلى أن نرى ما الذي ستسفر عن المحادثات المصرية التركية. في اعتقادي مصر كانت متضررة كثيرا من التعاطي التركي، ولذلك رأت الرياض وأبوظبي أن يكون هناك أشبه ما يكون بالتعامل العقلاني أو التريث حتى نشهد نتائج محادثات التركية المصرية التي انطلقت اليوم بين نائبي وزيري الخارجية البلدين. هناك تفاؤل بالفعل، الأشقاء في مصر أيضا أبدوا ارتياحهم بأن هناك على الأقل تعاطي تركي عقلاني مع القضايا الثنائية ومع القضايا أيضا الأمن في ليبيا وتواجد تركيا وتواجد الميليشيات السورية في ليبيا. بكل تأكيد القضايا كثيرة ومتعددة، لكن يبقى أن هناك نية حقيقية في قيادات دول المنطقة بتفكيك هذه نقاط الخلاف والوصول على الأقل إلى تخفيف المشاكل، ومن ثم سنصل لمرحلة تجفيف هذه المشاكل بعد فترة. لكن معطيات الواقع توحي بأن هناك حراك دبلوماسي محموم أو ملموس على الأقل بين كل العواصم. ننتظر بالفعل خطوات إثبات حسن نية من الأتراك، وأن يكون هناك خطوات صادقة بالفعل تؤكد بأن تركيا تريد السلام وليست تريد هدنة فقط.
طيب بالعودة إلى دكتور سمير صالحة، خطوات حسن نية وإثبات حسن نية من قبل أنقرة من أجل تطبيع العلاقات مع الرياض ومع مصر، هل يمكن أن تقتضي هذه الخطوات تقليل التدخل التركي في ليبيا إن صح التعبير، أو خروج تركيا من ليبيا مثلا كما تتحدث بعض الشائعات المصرية؟ الآن في حقيقة موجودة على الأرض، بقدر ما في مصالح للاعبين إقليميين في الكثير من الملفات، تركيا أيضا لها مصالحها في هذه الملفات وفي هذه المناطق. يعني إذا كان مطلوب من تركيا أن تراجع سياساتها في التعامل مع هذه الملفات، فهذا ينطبق أيضا على الأطراف الأخرى التي كانت عامل أساسي إما في التوتير أو في التصعيد أو في الدخول في عملية اصطفافات. يعني لا يمكن أن نطالب تركيا فقط وحدها بمراجعة سياساتها ومواقفها. في الملف الليبي أنا وأنت تابعنا كيف كان في دعم واضح للمشير حفتر وتشجيعه على اقتحام العاصمة الليبية بقوة السلاح، ونعرف من الذي وقف إلى جانبه ومن الذي شجعه على ذلك. لذلك يعني عندما نرى هذا التحول في سياسة تركيا في التعامل مع الملف الليبي، ينبغي أيضا أن نطالب الأطراف الأخرى التي كانت في جانب الآخر بمراجعة هذه السياسات. خطوات حسن النية التي أبدتها تركيا لا يمكن إطلاقا ربطها بأنها تنازلات أو تراجع عن مصالح تركيا الإقليمية. صحيح في رغبة تركية كما قلت لك بالتهدئة والانفتاح والحوار، لكن هذا لا يعني أنه هذا الحوار سيكون على حساب تركيا وعلى حساب مصالحها وعلى تجاهل أنه تركيا لاعب إقليمي أساسي في كل هذه الملفات. عندما تتحرك تركيا لطرح رسالة مهمة إلى الجانب السعودي في رسالة ملف خاشقجي، فأظن القيادة السعودية تلقت هذه الرسالة. إبراهيم كالن أطلق موقف تركي أساسي في التعامل مع هذا الملف. لذلك أن يعني نقول أنه نريد الكثير أو نريد أكثر أو نريد المزيد، لا أظن. في السياسة لا يوجد أنه طرف واحد يقدم فقط تنازلات أو تراجعات، لابد حماية المصالح تتطلب طاولة حوار ونقاش، وعلى ضوء ذلك يتم رسم السياسات والتفاهمات. الآن في نقطة مهمة في الحوار مع الجانب المصري، نعم أنا قرأت بيانين وزارتين خارجية تركيا والمصرية، كان في انفتاح في كلا البيانين، لكن في الشق المصري البيان الموجود أمامي بالنسبة للجانب المصري التركيز كان على مناقشة الخطوات. أقرأ المادة التي موجودة في البيان: مناقشة الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات الثنائية والإقليمية. طيب. التي قد تؤدي، لأن في مصطلح عبارة يعني قد، هذه عبارة مرتبطة إذن بالحوار الذي سيجري اليوم وغد في القاهرة بين الجانبين. طيب. سأناقش هذه الخطوات مع ضيفي المحلل السياسي من اسطنبول، انضم إلينا الآن دكتور خيري عمر. الخطوات المطلوبة مصريا لأجل أن تفعلها أنقرة من أجل تشكيل أو بناء آلية جديدة للتعامل بين البلدين، هل تقتضي أو هل يمكن أن تؤدي إلى أن ترفع مصر يدها عن دعم حفتر بشكل حقيقي وملموس في ليبيا، ما دام ذلك يشكل هاجز لدى الأتراك؟ نعم، يعني عندما ننظر إلى العلاقات المصرية التركية، يوم لابد أن نأخذ في حيز الانتباه هو أن العلاقات المصرية التركية يمكن أن تكون هناك قضايا ثنائية وتعاون ثنائي كبير يمكن أن يحدث بين البلدين، وأن هناك كثير من القضايا التي يعني يمكن التعاون بشأنها. أما فيما يتعلق بهل تكون ليبيا أحد هذه الموضوعات أم لا تكون أحد هذه الموضوعات، فأعتقد أن هذا متروك للعوامل الداخلية في ليبيا ومدى قدرة الحكومة على بناء سياسة خارجية متماسكة تعبر عن الدولة. بهذا المعنى أعتقد أن وجود ارتباكات أو يعني تنافسية بين مصر وتركيا في ليبيا، أعتقد أنها ليست مرجحة في الوقت الراهن، وخصوصا أن تركيا وليبيا هما أحد العناصر أو أحد الدول الموجودة في ليبيا، وإذا كان هناك ميزة نسبية
لكل من مصر وتركيا في السياسة الليبية في الوقت الراهن، فأيضا هناك أطراف أخرى يمكن أن تحظى بنفس النفوذ. من هي هذه الأطراف دكتور خيري عمر؟ من الذي تقصده؟ يعني هناك تأثير خارجي لبعض الأطراف على شخصيات حكومية ليبية حاليا في حكومة دبيبة؟ أنا أتكلم أولا عن الدول ثم نتكلم عن الأشخاص لاحقا. يعني مثلا يمكن الإشارة هنا إلى روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإلى حد ما ألمانيا، كل هذه الدول هي أطراف تعمل بشكل واضح في ليبيا، وبالتالي الأمور أعتقد أن هناك إدراك مصري مشترك مع تركيا في أنهما ليس الطرفان الوحيدين في ليبيا. ومن هنا أعتقد أن العلاقة تنسيق التعاون المشترك فيما يتعلق في ليبيا أعتقد أنه سوف لا يمثل أزمة في حد ذاته، وخصوصا أن مصر هي متراجعة عن الدعم الكلي لحفتر أو الدعم الشامل لحفتر، يعني منذ فترة يعني تتجاوز 3 سنوات، وأعتقد أنه ليس من المرجح أن تكون السياسة المصرية تعمل على أن تكون حفتر أحد الأدوات أو أحد السياقات التي يمكن أن تعمل من خلالها. يعني إذا ما نظرنا لزيارة رئيس الوزراء قبل أسبوعين إلى طرابلس، كانت الرسالة واضحة في أن مصر سوف تتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، وأنه ليست هناك مشكلة في ذلك، وخصوصا أن حفتر هو أحد يعني يمكن أن يكون أحد المعوقات في المرحلة الحالية، وأنه يمكن أن يربك الاتفاقات التي تجري طيب. أجرتها مصر مع الحكومة. فيما يتعلق ب إذا دكتور خيري، ما الذي يشكل أو الذي يحوز على الجزء الأكبر من الهاجز المصري في إعادة العلاقات مع أنقرة إذا لم يكن الملف الليبي هو الحاضر أولا؟ الحواجز أعتقد هي هناك ما يتعلق بكيفية التصرف أو تسوية الخرائط في البحر المتوسط، وأعتقد أن مصر في هذه المرحلة هي يعني أكثر اهتماما بهذه الجزئية. يعني مسألة ليبيا أعتقد أن يعني إذا ما أجريت الانتخابات وتم التوافق على حل المشكلات والصراعات التي تظهر بين حين وآخر، يمكن لمصر أن تكون مستريحة وأمينة من ناحية الليبية. لكن التنافسية في البحر المتوسط هي بين تيارين رئيسيين، التيار الذي يرى أن إسرائيل واليونان وقبرص والإمارات وإلى جانبهم فرنسا، يعني التي تتمتع بعلاقات متميزة مع مصر، أن هذا المحور لا تعمل معه مصر بشكل مريح، وبالتالي أنها إمكانية التعاون مع تركيا في هذا المجال أعتقد أنها سوف توفر يعني سواء مكاسب جيوستراتيجية أو مكاسب في المناطق الاقتصادية الخالصة، وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون أحد العوامل المهمة في ترتيب العلاقات السياسة المصرية الخارجية، وخصوصا أن هناك مصر عليها ضغوط من ملفين أو من مصدرين آخرين، مصدر سد النهضة والآخر تسارع التطبيع مع إسرائيل. بمعنى أن تسارع التطبيع مع إسرائيل في هذه المرحلة يمثل قيدا سياسيا وأمنيا على السياسة الخارجية المصرية أو المصالح الأمنية المصرية، وهي تحاول من خلاله أن تكون هناك نوع من العلاقات الإقليمية مرة أخرى مع سواء مع الأردن والعراق. وأعتقد أن تركيا يمكن أن تكون لتركيا دور حاسم أو دور مهم في هذه التصورات الجديدة. بالحديث عن المحاور وبالحديث عن العلاقات المتشابكة في أكثر من ملف، ضيفي أستاذ مبارك العاتي من الرياض، يعني عندما اتخذت المملكة العربية السعودية محورا بالضد من تركيا، كان هناك شريك مع المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة، أين هي من هذا المشهد، من هذا الحراك الإقليمي الذي نشاهده حاليا؟ أستاذ بتول، يعني قبل أن نصل إلى هذا السؤال أريد أن أعلق تعليق بسيط. تفضل. من يراقب العلاقات المصرية التركية في رأيي أن هناك 3 نقاط مهمة جدا، نقطة خلاف ونقطة اختلاف ونقطة صراع. نقطة الاختلاف هو حول ما يجري في شرق البحر المتوسط، وأعتقد أنها ليست بتلك القضية الكبيرة، وهناك غزل متبادل بين الطرفين حيال هذه النقطة. نقطة الخلاف الحقيقية
ما يجري في ليبيا. في اعتقادي مصر اليوم أصبحت منفتحة على كل الأطراف الليبية، لم تعد متمسكة بنقطة معينة أو بدعم شخصية دون أخرى، بل على العكس هي منفتحة تماما على الأمن الليبي. عندما حدد الرئيس السيسي نقطة أو الخط الأحمر ما بين سرت وجفرة، في اعتقادي أن هذه كانت نقطة تحول في العلاقات التركية المصرية. نقطة الصراع التي بين تركيا ومصر هو التدخل التركي في الشأن الداخلي المصري من خلال استضافة العناصر الإرهابية التي حكم عليها. هذه سأناقشها مع ضيفي دكتور سمير صالح، لكن يعني بما يخص الدعم المصري لبعض الجهات والتمسك، وأعتقد أنك تشير إلى حفتر، كان هناك أيضا دعم إماراتي مصري، وكان هناك يعني إن صح التعبير تشابه بالموقفين. أيضا كان هناك تشابه بين الموقف الإماراتي والموقف المصري بما يخص الموقف الإماراتي والسعودي بما يخص العلاقات مع تركيا. بالتالي إلى أي درجة يمكن أن يؤثر هذا الشريك الإماراتي على تطبيع العلاقات وعن يعني هذا الحيط؟ كلنا نتذكر أيضا أن تركيا استغلت ظرف ليبيا وعقدت اتفاقية ترسيم الحدود مع حكومة الوفاق، وأرسلت قواتها ثم أرسلت الميليشيات السورية، كلنا راقبنا هذا الوضع. لكن اليوم ما يحدث في ليبيا هو حالة تفكيك لأوضاع كانت ستؤدي بليبيا إلى حافة الهاوية. كل الأطراف أدركت اليوم أن هناك ضغط دولي، سواء تركيا أو مصر أو الإمارات أو غيرها من الدول التي كانت معنية بشأن ليبيا. هناك اقتناع تام من كل الأطراف بأن جهود الأمم المتحدة يجب أن تدعم. ما أشرت إليه حضرتك حول محور الضد، في اعتقادي أن المملكة العربية السعودية لم تتخذ موقف ضد تركيا ولم تبتعد كثيرا عن تركيا إلا بعد ما حصل من الأشقاء في تركيا حول استفزازات ومواقف عدائية تجاه المملكة العربية السعودية واستغلال قضية خاشقجي إعلاميا وسياسيا في كثير من العواصم، أشبه ما تكون بحالة ضغط على المملكة العربية السعودية في الوقت الذي التزمت فيه الرياض الرسمية الصمت، ولم تخرج أي بيان يمكن أن يؤدي إلى 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 فصل العلاقات وتأثير على العلاقات الرسمية بين البلدين. ولا تزال المملكة كما قلت في بداية حديثي تقيم علاقات رسمية مع الجانب التركي بغض النظر عن النشاطات الشعبية في تركيا أو في المملكة العربية السعودية. ولذلك نقول أن عوامل عودة العلاقات قوية جدا، وهناك تمسك متبادل بين الجانبين بوجوب عودة هذه العلاقات. هناك يمكن أن تلتحق الإمارات بهذا الركب أستاذ مبارك العاتي؟ بكل تأكيد هناك علاقات تجارية كبيرة جدا بين الإمارات وبين تركيا، ولا تزال قائمة. آخرها كان أحد المجمعات الكبيرة التركية التي افتتحت في الإمارات. في اعتقاد العلاقات التجارية الإماراتية تركية قائمة ولا تزال قائمة. هناك حالة تعقل حقيقة من محور الرياض أبوظبي القاهرة، يدرك حجم النفوذ للدول الإقليمية، ويدرك أيضا أن المنطقة بحاجة إلى مزيد من الاستقرار وتفكيك حالة التجاهم أو الاشتباك أو العداء ما بين هذه القوى الإقليمية وبين الدول العربية. طيب، معي الآن أيضا مباشرة من القاهرة حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. أستاذ حسين هريدي، إلى أي درجة يمكن أن تنجح هذه المباحثات بين مصر وبين تركيا؟ إلى أي درجة يمكن أن ينجح ذلك؟ يعني من السابق لأوان وحضرتك أن احنا نتحدث عن أي تقدم في المباحثات التي ستجري اليوم في القاهرة. هذه المحادثات هي محادثات استطلاعية استكشافية. من وجهة النظر المصرية احنا هنقف على المواقف التركية، سواء بالنسبة للعلاقات الثنائية المصرية التركية أو بالنسبة للأوضاع الجيوبوليتيكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي شرق المتوسط. وحنقيم نتائج مباحثات اليوم، وهنرى جدية الجانب التركي في استعادة العلاقات الطبيعية بين القاهرة وأنقرة. مصر ليها مواقف بتعكس أمنها القومي وبتعكس مصالحها فيما يتعلق بالأمن العربي وبالسيادة العربية، ومصر تتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية والأزمات العربية. ومصر إلى جانب طبعا هنحي جانبنا الآن موضوع الموقف التركي من ثورة 30 يونيو في عام 2013، إحنا عندنا ملاحظات عديدة على السياسة الخارجية التركية في سوريا، في العراق،
في القضية الفلسطينية، في شرق المتوسط، في شمال أفريقيا. فملف الخلافات الجيوبوليتيكية بين القاهرة وأنقرة ملف كبير جدا. أضيف أن نضف إلى هذا أن الثمان سنوات الماضية شهدت توتير عالي جدا، مستوى من التوتر عالي جدا غير مسبوق في العلاقات المصرية والتركية نتيجة للسياسات التركية والتدخل التركي في الشأن الداخلي المصري بصورة لم نحدها في مصر، سواء من تركيا أو من أي دولة أخرى. يعني الخلافات بين الدول أمر طبيعي، لكن الطريقة السافرة اللي تدخلت فيها الحكومة التركية في الشأن الداخلي المصري تركت أثاراً سلبية للغاية، ليس فقط داخل مؤسسات الحكم لكن لدى الشعب المصري قاطبة. قدمت تركيا بشأن ذلك يعني تقنيناً أو حصراً لخطاب بعض القنوات المصرية المعارضة الموجودة في اسطنبول، لكن بعيداً عن ذلك، يعني على الرغم مما أشرت إليه وعلى الرغم مما يخرج من وسائل الإعلام المصرية، هناك من يقول بأن القاهرة أيضاً بحاجة، وهي بحاجة حقيقية إلى تطبيع العلاقات مع أنقرة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، من أجل إعادة دور مصر أيضاً إلى أدوارها الإقليمية، ومن أجل اتفاقية غاز الشرق المتوسط التي يعتقد بأن وجود تركيا والانزياح باتجاه تركيا هو أكثر ربحاً لمصر. يعني بصفة عامة السياسة الخارجية المصرية سواء حضرتك تجاه تركيا أو تجاه أي قوة إقليمية أخرى عدا إسرائيل، طبعا مش هنتحدث عن إسرائيل في هذا الإطار، السياسة الخارجية المصرية في التعامل مع القوى الإقليمية كانت قائمة على مبادئ التعايش السلمي، وكانت مصر تتوقع إنه أو مصر بتتوقع في إدارتها لسياستها الخارجية إن هي لن تتدخل في شؤون الآخر الدول الأخرى، وإن هي هتحاول إن يبقى في حد أدنى من المصالح والتوافق بينها وبين القوى الإقليمية. ده أول حاجة. تاني حاجة الإشارة إلى إن مصر محتاجة تركيا لتستعيد دورها في منطقة الشرق الأوسط، أعتقد أنا بتحفظ، يعني مش يعني ده كلمة دبلوماسية اللي هستخدمها، أتحفظ كثيرا على إن مصر بتحتاج لإذن من تركيا أو من أي قوة إقليمية أخرى لممارسات دورها في الإقليم. مصر قوة إقليمية، مصر قوة عربية، مصر قوة متوسطية، مصر قوة أفريقية، وهي لا تحتاج في واقع الأمر لأي قوة إقليمية لممارسة هذا الدور. أما إذا تحدثنا عن التعاون بين مصر وتركيا في إطار مصالح مشتركة وفي إطار إيجاد حلول للأزمات العربية والأزمات الإقليمية استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة بصفة عامة وكل الإجماع الدولي، فطبعاً ده حاجة إحنا بنرحب بيه، وكنا دائماً بندعو إلى هذا، إنه التعاون بين مصر وتركيا، التعاون بين مصر وأي قوة إقليمية أخرى عدا إسرائيل طبعاً، دوت بيؤدي إلى إعلاء المصالح المشتركة وإلى الإسهام في استتباب الأمن والاستقرار والسلام. الملف الليبي أين يقع من كل ذلك أستاذ حسين هريدي؟ عفوا على المقاطعة، لكن يعني حضرتك الملف الليبي طبعا ملف بيندرج في إطار المحور الثاني من وجهة نظر مصرية في إدارة العلاقات مع تركيا. وطبعا ليبيا بالنسبة لمصر دي حضرتك يعني دولة جوار جغرافي، ولنا حدود تمتد إلى 1050 كيلومتر مع ليبيا، وأمن واستقرار ليبيا بيهمنا في المقام الأول. فطبعا إحنا بنتعامل مع السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا في إطار قرار الأمم المتحدة 25/10 في فبراير 2020، أي في إطار مخرجات قمة برلين في يناير 2020، ونتعاون مع كافة القوى الدولية والمتوسطية. هناك انتخابات قادمة أستاذ حسين في ليبيا. نعم. هناك انتخابات قادمة في ليبيا، هل يمكن أن تدعم مصر حفتر إذا ترشح في ليبيا؟ أنا آسف، ممكن ندعم مين يا فندم؟ حفتر، خليفة حفتر. إحنا يا فندم ده متروك، يعني منتهى الصراحة يا فندم، الأمور دي متروكة لليبيا، ونحن في النهاية نحن نؤيد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم،
ووعدنا والتزمنا سواء على أرفع مستوى، المستوى الرئاسي أو المستوى الوزاري، نحن سنقدم كل المساندة اللي الأخوة في ليبيا يطلبونها من أجل تسهيل إقامة هذه الانتخابات. أما من يشارك في هذه الانتخابات ده شأن ليبي، إحنا لا يعني ألا يشكل ذلك محددا لعودة العلاقات بين مصر وتركيا أستاذ حسين برأيك؟ أنا يا فندم رأيي الشخصي، مصر لن 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 تحدد مستقبل ليبيا سواء مع تركيا أو مع أي دولة أخرى. الذي يحدد مستقبل ليبيا هو الشعب الليبي، ونحن سنحترم نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم. لكن إذا كانت مصر ترغب بتطبيع العلاقات مع أنقرة وكان السبب الاقتصادي أولوية وغاز شرق المتوسط أولوية، لابد من حماية الاتفاق البحري بين تركيا وبين ليبيا، بالتالي وجود خليفة حفتر سيؤثر على المشهد، أليس كذلك؟ احنا يعني بصي يا فندم، احنا لا ننظر الى الاشخاص ولا ننظر الى المسؤولين ولا ننظر، احنا بننظر الى علاقات مصر مع ليبيا. ليبيا في سلطه تنفيذيه مؤقته بتمثل ليبيا الان، مصر اعترفت بها، المجتمع الدولي اعترف بها، ونحن سنعترف باي قرارات تتخذها هذه السلطه التنفيذيه المؤقته والحكومه التي ستخرج من الانتخابات القادمه. نعم، سأعود إلى الدكتور سمير صالحة. دكتور سمير، استمعت إلى ما قاله ضيفي حسين هريدي وأيضا ضيفي مبارك العاتي من الرياض. يبدو أن هناك تخوف من العاصمتين المصرية والسعودية، وهناك تحفظ ما زال موجود رغم ما قدمته تركيا حتى الآن من مبادرات حسنية تجاه ما يسمونه تدخلا تركيا في الشؤون الداخلية للدولتين. المشكلة برأيي هي ليست في الموقف التركي أو السياسات التركية، هناك أكثر من لاعب إقليمي ودولي دخل على خط أكثر من أزمة في المنطقة وحاول الاستفادة من التوتر التركي في العلاقات مع العديد من العواصم العربية والإقليمية، نقطة أولى. نقطة ثانية، مرتكزات التحول في السياسة الخارجية التركية اليوم يواكبها كما أتابع أنا أيضا مرتكزات تحول جديدة في السياسات والمواقف للعديد من العواصم العربية الإسلامية والإقليمية. يعني المصالحة الخليجية مثلا مهمة جدا باتجاه ما نراه من تحولات في مسار العلاقات والتعامل مع العديد من الملفات. التحول في الموقف المصري في التعامل مع الملف الليبي أيضا كان مهم برأيي ونقطة انفتاحية إيجابية كثيرة، لأن مصر دعمت ووقفت دائما إلى جانب عقيلة صالح والمشير حفتر. يعني نعرف تماما كيف كانت آخر الرسائل التي وجهت من أنقرة من القاهرة باتجاه ليبيا وباتجاه تركيا، وبعد ذلك رأينا هذا الانفتاح المصري على حكومة الوفاق، الزيارات المتبادلة وهذه التهدئة وهذا التحول في الموقف المصري. إذا ما أقصده هنا أنه لا يمكن أن نقول أنه تركيا الآن هي في غرفة الامتحان والبعض سيقرر على ضوء نتيجة هذا الامتحان ليقرر إذا ما كان سيفتح علاقاته مجددا مع أنقرة أو لا. لا أظن، الجميع الآن عنده مصالح والحراك يتم على أساس مراجعة وحماية هذه المصالح. أشرت دكتور سمير صالحة إلى المصالحة الخليجية وتأثيرها الإيجابي على إعادة التموضع في العلاقات بين هذه الدول. العلاقات التركية الإماراتية هل ستشهد تطبيعا في الفترة المقبلة إذا تم نجاح المباحثات المصرية التركية والمباحثات السعودية التركية؟ يعني في عنا الكثير من التسريبات في الداخل التركي على المستوى السياسي والإعلامي تقول أنه هذا الحوار التركي الإماراتي موجود وبدأ، يعني بقدر ما كان في عودة لفتح هذه صفحة جديدة من العلاقات مع الجانب المصري والمواقف التركية الجديدة باتجاه المملكة العربية السعودية، أظن هذا التحرك شمل الإمارات أيضا. لماذا؟ لأنه في شعور تركيا أيضا أنه الجامعة العربية، الدول العربية تتحمل مسؤولية أساسية في إيصال ملفات الخلاف والتوتر الى هذه الدرجه. لا يمكن رمي الكره في ملعب تركيا وتحميلها مسؤوليه التوتر في سوريا، في العراق، في افريقيا وفي ليبيا وغيرها. يعني نعم، في عندنا بيانات قمه عربيه تندد على الورق
مثلا بمواقف بعض الدول. عمليا ما الذي رأيناه؟ أين كان جامعة الدول العربية في التعامل مع الملف السوري، مع الملف العراقي؟ عمليا على الأرض نرى لاعبين إقليميين موجودين، نعم تركيا، نعم إيران، نعم الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، في الملف العراقي مثلا، في الملف الليبي الحالة مشابهة، والآن يقال أنه تركيا هي التي يعني ذهبت باتجاه التصعيد أو باتجاه إيصال الأمور إلى هذه الدرجة. أنا لا أدافع عن المواقف أو السياسات التركية، في عندها أخطاء نعم ارتكبت في السياسات التركية وساعدت على إيصال الأمور إلى طريق مسدود في التعامل مع الكثير من الملفات، لكن أن الرهان على أنه تركيا تغير وحدها من سياساتها وبعد ذلك نحن سنقرر ما الذي سنفعله، هذا برأيي ليس لا منطق سياسي ولا دبلوماسي ولا حتى قانون. دكتور سمير، ما هي الأمور التي لا يمكن أن تساوم عليها أنقرة في نفوذها الاستراتيجي في المنطقة؟ مصالحها بالدرجة الأساسية واحترام أين؟ وقبول حقيقة أن تركيا لاعب إقليمي مهم مؤثر، نحن نقبل الآخرين نعم أنه لهم كل هذا الدور وهذا التأثير، لكن أن يكون هناك تجاهل وتحميل تركيا مسؤولية ما يجري الآن لا أظن إطلاقا. لذلك يعني لا نتحدث عن خطوط حمراء إطلاقا، لأنه الآن في رغبة في الانفتاح وفي الحوار، نحن نفضل اليوم الحديث عن الإيجابيات وترك السلبيات. يعني عندما نرى مساعد وزير الخارجية التركي في القاهرة ليومين لبحث آلية سبل إعادة العلاقات وتحسينها، وضع استراتيجيات الأولويات في التعامل مع الملفات ودراسة سبل هذه الفرص، هذه نقطة إيجابية للغاية بالنسبة لأنقرة في حوارها مع القاهرة. أستاذ مبارك العاتي، إذن كما استمعت إلى دكتور سمير صالحة، لا يمكن تحميل الجانب التركي مسؤولية سوء العلاقات بين تركيا وبين المحيط الإقليمي، أيضا بعض الدول العربية تصرفت بشكل مناوئ لتركيا، ما رأيك؟ يعني ما كنا نريد أن نعود للمربع الأول، لكن دكتور سمير يريد أن نعود للتذكير حقا. كلنا نتذكر ما الذي فعلته تركيا عند اندلاع الأزمة الخليجية وارتمائها بجوار قطر وإرسال القوات وتأجيج الموقف، وكلنا نتذكر ما الذي فعلته أيضا تركيا. ألم يكن ذلك بناء على طلب قطري رسمي من قبل تركيا أستاذ، من قبل قطر دكتور مبارك؟ حتى وإن كان يفترض على تركيا أن تنهى بنفسها، وعلى الأقل أو على الأقل أن ترسم لها شخصية المحايد، لكنها ارتمت بالفعل نكاية بالمملكة العربية السعودية وبدول الخليج. أيضا تعامل تركيا مع ملف خاشقجي، لم تتعاون مع المملكة العربية السعودية في احتواء الملف. لكن أستاذ مبارك اسمح لي، حلت هذه الملفات، يعني حلت الأزمة الخليجية، وأنقرة قدمت مبادرة حسن نية باتجاه مسألة مقتل الصحفي جمال خاشقجي. الآن ما المطلوب من الرياض؟ طيب ما المطلوب من الرياض؟ يعني نحن نتحدثنا عن أنقرة، ما المطلوب من الرياض من أجل إتمام هذا الأمر برأيك؟ ما المطلوب من تركيا يفترض؟ ما المطلوب من تركيا يفترض؟ سألنا دكتور سمير صالحة عن ذلك، أسألك الآن اليوم ما المطلوب من الرياض إذا ذلك أستاذ مبارك؟ من راقب الأوضاع رأينا أن المحور الذي أشرت له، المحور العربي، لا يزال متمسك بوجهة نظره، ولا يزال يريد من تركيا أن تتوقف عن التدخل في الشأن العراقي السوري الليبي القطري ودعم التنظيمات الإرهابية المعادية للمنطقة. أعتقد أن هذه نقطة مهمة جدا. رأينا أن تركيا كانت تريد عزل منظمة التعاون الإسلامي في القمة التي عقدت في كوالالمبور، وقمة الضرار التي أيضا فشلت. هناك خطوات تركية استفزازية كثيرة، ولذلك لم تجبني أستاذ مبارك تركيا. كنت أتمنى أن أحصل منك على إجابة يعني بما يخص الخطوات المطلوبة من السعودية أو التي يمكن أن تقدمها المملكة العربية السعودية. اعتقادي أن المملكة العربية السعودية قدمت وتقدم، وهي منفتحة اليوم على كل الأطراف العربية والإسلامية، ولا زالت هي الدولة الرائدة، وتؤمن بأن السلام هو الخيار الاستراتيجي الذي يجب أن يعم في جميع دول العالم وليس دول المنطقة فقط، وقدمت خيارات كثيرة. وأعتقد أن السعودية تنتظر ما الذي ستسفر عن محادثات المصرية الإماراتية الكلمة المصرية
التركية والإماراتية التركية. نعم. شكرا جزيلا. الكلمة الأخيرة ستكون مع دكتور خيري عمر من إسطنبول. دكتور خيري عمر، هل تعتقد بأن هذه الدول يعني على تشابك العلاقات معها وعلى تشتت الملفات والمصالح بينها، تركيا، المملكة العربية السعودية، مصر، ليبيا، دولة الإمارات العربية المتحدة، هل ستنجح في إعطاء سمة الهدوء للشرق الأوسط كما ترغب بذلك واشنطن ومن خلفها بايدن؟ أعتقد أن هذه هي النقطة الأساسية، وبالتالي هو كيف نبني مدخلا لفهم العلاقات الإقليمية فيما بين هذه الدول. في تقديري أنه النقطة الأولى، ليس هناك نظام يحمل أيديولوجية ثورية يريد تصديرها إلى البلدان الأخرى. النقطة الثانية، وهي مصالح الأمنية أو المصالح ما يتعلق بالأمن القومي. وإذا ما أخذنا هذين المنظورين، فإننا يمكن نلاحظ أنه ليست هناك مشكلة حقيقية بين هذه الدول، بقدر ما كان هناك مرحلة توتر في السابق بسبب قضايا فرعية، وأعتقد أن تأثيرها أو مفعولها هو في طريقه للانتهاء. وأن الدول الأربعة أو الخمس دول هي لديها القدرة على تصحيح هذه المواقف وإعادة بناء المجال المشترك أو التعاون المشترك فيما بينها. يعني عندما كانت قضية خاشوقجي أثيرت في أعوام سابقة، يعني كان هناك رأي لدي بأنه لابد من تجاوز هذه المرحلة وتصحيح العلاقات بين ثلاث دول، مصر والسعودية وتركيا. يعني طبعا أن الأمور تشمل الإمارات، فأعتقد أن هذا شيء جيد. وبالتالي من الممكن في المرحلة الحالية استثمار التطورات في الخليج العربي والتطورات في شمال أفريقيا في كيفية بناء شبكة من العلاقات المختلفة الواسعة بين هذه الدول وتركيا. بمعنى أن الأزمات الإقليمية المتعلقة بسوريا واليمن وغيرها، أعتقد أن كلما اتسع التعاون بين هذه البلدان، أعتقد أن هذه المشكلات يمكن حلها. واضح. يمكن حلها إقليميا. وبالتالي القضية الأساسية، نعود للمعيارين الأساسيين، وهناك ليس هناك نظام ثوري يحاول أن يطغى على الأطراف الأخرى، أو أن المصالح الأمنية القومية متنافرة فيما بين هذه الدول. اعذرني، كنت أتمنى أن أبقى معك لمزيد من الوقت دكتور خيري عمر، لكن لم يتبقى لدينا وقت. المحلل السياسي من أسطنبول، شكرا جزيلا لك. كما أشكر أيضا أستاذ العلاقة الدولية من أسطنبول دكتور سمير صالحة، وأشكر ضيفي من القاهرة حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وأشكر ضيفي من الرياض الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مبارك العاتي. شكرا جزيلا لكم جميعا. أما الآن مشاهدينا، ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة، كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع هذه القضية؟ سنتناول سريعا كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع هذا الملف. نبدأ من الصحفي عبد القادر فايز الذي غرد على تويتر قائلا: تركيا تريد وتسعى لإعادة التموضع إقليميا، وهذا من متطلباتها استراتيجيا بهدف دوام التأثير والنفوذ. وإعادة التموضع التركي ليست سهلة في بعض الساحات، لكن تقديري أن أنقرة لديها ما تحتاجه في ذلك رغم ضيق الوقت، فهي تتحرك على وقع تغييرات كثيرة وواسعة ستشهدها المنطقة مع حلول سبتمبر المقبل. أما محمود فيقول: من يعتقد أن وجود الوفد التركي في مصر الآن محض صدفة مخطئ تماما، ذلك أن الأتراك ليسوا بالأغبياء الذين يفوتوا فرصة الضغط على مصر بورقة سد النهضة، ولا مصر كذلك يمكن أن تفوت فرصة تهدئة الوضع الداخلي من الجماعات المتربصة بها حال حدوث مشكلة مع أثيوبيا وتدعمها تركيا وقطر. هكذا يقول
محمود. أما ياسر الصباغ نختم معه، فقد عبر على تويتر عن قلقه قائلا: تسعى تركيا إلى إعادة العلاقات مع كل من مصر والسعودية اللتين بدورهما تعملان على عودة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع نظام دمشق، فهل المستجدات تلك ستصب في مصلحة المحور؟ نختم كالعادة مع شخصية المؤشر. شخصية المؤشر لهذا الأسبوع، بما أننا تحدثنا عن السياسة الخارجية التركية، فهي لمولود جاويش أوغلو وزير الخارجية الذي يتصدر المشهد حاليا. نتابع هذه المادة. المؤشر مشاهدينا انتهى. محور جديد وحلقة جديدة الأسبوع القادم. إلى اللقاء.